some rules against the Quran, and say, ان شاء الله تدرك ليله القدر وربنا ان شاء الله يمكننا منها كلنا كده كل اللي بيشاهدوا كده وكل اللي معانا كلنا ندركها ان شاء الله وناخد ثوابها جميعا. خلونا المعنى الثالث اللي انا عايز ابدا فيه ان خلصت غزوه بدر واحنا النهارده بقينا سنه 3 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وتيجي غزوه احد. غزوه احد يوم السبت 7 شوال سنه 3 هجريه. والحقيقة سبب المعركة أو سبب الغزوة أن قريش قررت تثأر لقتلاها في بدر، والحقيقة مش ده السبب الحقيقي، هو دون اللي مكتوب في كل الكتب أن قريش قررت تثأر لقتلاها في بدر، لكن هو السبب الحقيقي أن قريش وجدت أن زعمتها للجزيرة بدأت تتزعزع، وأن في قوة جديدة ظهرة اللي هي قوة المسلمين، وأن القبائل بدأت تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تستجيب له، وده معناها أن النبي هو القوة القادمة في الجزيرة، وبالتالي فقريش بدأت تخاف على مكانتها وعلى زعمتها وعلى تجارتها وعلى فلوسها وعلى مصالحها الشخصية. والنبي عمال يقول لهم خلوا بيني وبين الناس، سيبوني أكلم الناس، ما تمنعونيش أن أنا أبلغ رسالتي. وقريش مصرة على عنادها، والنبي بيقول لهم إن أبيتم أنك تخلوا بيني وبين الناس فأنا مستعد أموت في سبيل رسالتي. ده تفسير الجهاد اللي تم بين النبي وبين المشركين، أنا حوصل رسالتي. قريش النهاردة هي اللي هتبدأ. هتبدأ ليه؟ لأن ما زالت مصالحها الشخصية خايفة عليها في الجزيرة. الحجة اللي بتقولها إيه؟ والحجة اللي إحنا بنسمعها إيه؟ الثأر اللي قتلنا في بدر، لكن مش ده السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أنا عايز أفضل زعيمة العرب عشان مصالحي وتجارتي وعشان الأصنام اللي حوالين الكعبة، ده أكل عشنا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية بتقول كده، رزقكم أن أنتم تكذبوا الرسالة. شوفوا الآية اللي إحنا بنقراها في سورة ياسين ومش واخدين بالنا منها. في ناس كتير يا جماعة بتجعل رزقها إنها تكذب الحق وإنها تكذب الرسالة، لكن أصحاب الرسالة الحق مستعدين يموتوا في سبيلها بس يبلغوها للناس، وبعد ما يبلغوها يبقى لا إكراه في الدين، انتوا حرين بس أبلغ الرسالة. طيب دون سبب أحد، دون سبب أحد. هتطلع قريش ب 3000 مقاتل وهيوقفوا قافلة كبيرة، كل فلوس القافلة دي وقف للحرب. واضح إنها مش مسألة ثأر، مسألة محافظة على إمكانيات وعلى مصالح شخصية. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر إن قريش طلع، يعرف بدر قوي. هتعرف إزاي يا رسول الله؟ هيعرف عن طريق المخابرات الإسلامية اللي هي سيدنا طلحة وسيدنا سعيد بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم شغال وطن متماسك قوي، وطن بيحمى بمخابرات متميزة، يوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية، يشوف رؤية ان هو حاطط ايده في درع حصينة، وان فيه في سيف بتاعه كسر قصير، ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه بقر بتذبح. يأولها النبي ان الدرع الحصينة المدينة، ما نطلعش نبقى بالمدينة، وإن السيف بتاعه في حاجة إن حد من أهله هيحصل له قتل، وإن البقرة اللي بيذبح أصحابه هيتعرضوا للقتل. فيأولها النبي إن الحل إن إحنا نفضل في المدينة، ما نخرجش بره المدينة نحارب هنا، وإلا لو خرجنا قد نتعرض إن أصحابي يقتلوا، حد من عيلتي اللي هو حمزة رضي الله عنه يموت. النبي طبعا ما كانش عارف إن سيدنا حمزة شاف الرؤية دي بس. لكن يحصل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس وياخد المشورة وياخد الرأي. الديمقراطية اللي الغرب بيتكلم عنها احنا سابقين اليها، واللي يقول ان الاسلام لا يعترف بالديمقراطية مش فاهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم اول من اخذ بالرأي ورأي الناس، يجمع الشباب ويجمع الشيوخ
ويجمعهم في المسجد ويطلب منهم ان هم يقولوا الرأي. فالشباب الصغير المتحمس يقولوا عايزين نخرج وعايزين نقابل عدونا بره، بالذات اللي ما طلعوش بدر، لان انتوا عارفين مش كل الناس طلعت في بدر، عايزين نخرج ونقابل عدونا بره. والشيوخ الكبار قالوا لا، نبقى بالمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم نبقى بالمدينة، ده رأيي. فإذا دخلوها علينا قاتلهم الرجال في الأزقة وقاتلتهم النساء من فوق الأسطحة. يعني النبي وهو بيحط دور المعركة ما نسيش دور النساء في المعركة. تخيلوا يا جماعة القتال اللي هو أصعب حاجة، دور النساء موجود، النساء موجودة في السياسة، النساء موجودة في الإيمان، النساء موجودة في الدعوة، النساء موجود حتى في الحرب. يا جماعة كفاية ظلم للمرأة وتهميش لدور المرأة. يحط النبي الخطة ويحط دور المرأة، الرجالة دورهم كذا والستات دورهم كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفرضش رأيه. طب ليه شاف الرؤية؟ شاف الرؤية عشان نتعلم إن حتى لو أنت متأكد لأن رؤية الأنبياء حق، رأي الناس أولى. في أكتر من كده يتقال لكل المسؤولين في بلادنا عن الاهتمام برأي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيفرض رأيه ولا هيلوي رأي الناس علشان يمشي رأيه، ولا هيقول لهم لا هي تتعمل بالطريقة الفلانية. هتعمل إيه يا رسول الله؟ هيعرض الأمر قدام الناس ومش هيقول لهم على الرؤية بتاعته. ليه؟ مع إن رؤية الأنبياء حق. عشان لو قلت الرؤية يبقى خلاص، يبقى قضيت على رأي الناس صلى الله عليك يا رسول الله. خطيرة الحتة دي يا جماعة، ما قال لهمش الرؤية وهو عارف إنه ما ينفعش يخرج برا المدينة. طب بس دي في ناس هتموت، رأي الناس أولى، الشورى أولى، سماع رأي الناس أولى. معقولة القيمة دي كبيرة في الإسلام لهذه الدرجة؟ ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الناس، فالناس تقول عايزين نخرج، يبدأ ياخد الأصوات، ها رأي الأغلبية إيه؟ رأي الأغلبية نخرج. فيقول النبي نعم نخرج، فيدخل النبي ويلبس لبس الحرب ويطلع. فالصحابة يقولوا البعض بس هو النبي كان رأيه كذا، فنمشي رأي النبي. فيطلع النبي يقول له كأننا أكرهناك يا رسول الله، فيغضب النبي. غضب ليه؟ احنا مش خدنا رأي. هو انا عشان الكبير، هو انا عشان النبي، هو انا عشان القائد، يبقى كلامي انا اللي يمشي عليكم بعد ما خدنا رأي المجموع؟ يا جماعة الدرس ده في أحد كبير قوي 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 قوي. فهتقول ايه يا رسول الله؟ فيقول لهم ما كان لنبي لبس لبس الحرب ان يخلعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فاذا عزمت فتوكل على الله. ما ينفعش بقى نتردد، طب نرجع، طب نقعد، لا، مش اتفقتوا؟ مش رأي الأغلبية؟ انا رأي واحد في وسطيكو. معنى خطير قوي 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 قوي. ويطلع الجيش وفي وسط ما هم طالعين كم واحد طالع؟ 1000 من الصحابة. المرة اللي فات كان 313 في وسط الطريق وهم رايحين لأحد، وأحد بينها ما فيش 3-4 كيلو بينها وبين المسجد النبوي. في وسط ما هم طالعين إذا بعبد الله بن أبي بن سلول، أول حركة للمنافقين، ده رأس المنافقين، في وسط المسافة يطلع معهم عشان يهبط روحهم المعنوية، يقوم راجع ويقول عصاني واتبع الولدان واتبع الغلمان، لأنه كان رأيه نقعد في المدينة، ما سمعش كلام الكبار وسمع كلام العيال. ويقوم راجع ومعاه 300 واحد. شفتوا المنافقين ما كانوش قليلين، يرجع بتلت الجيش، 700 أظن روحهم تتهز. فينزل قول الله تبارك وتعالى وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، مجموعتين من الصحابة فكروا يرجعوا هما كمان مؤمنين. الآية بتقول إيه؟ والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا ثبت 700، كمله وكمل 700 ووصل الأحد. دي كانت مقدمة الغزوة، أهم درس فيها أخذ رأي الناس. تعالوا نكمل ونشوف الناس اللي اتخذت رأيها دي لما اتخذت رأيها بقت عظيمة قد إيه، وعاشت للرسالة قد إيه. نتنقل معاكم كل الحلقة بعد كده مع غزوة أحد، وأنا بعتبرها أجمل شيء ربنا من علينا فيه طول الشهر دون، إن أحد تتصور في مكانها في وسط دماء الشهداء اللي سقطوا في سبيل الرسالة وفي سبيل الحق. تعالوا نتفرج على غزوة أحد، نشوفكم إن شاء الله بكرة بقى إن شاء الله، وتكملوا معانا غزوة أحد. يا من إذا دعوناه وجدناه قائل، نسألك يا الله يا مناذ كل غريب أن ترزقنا الحياة. أنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة إحنا في أحد، إحنا في مكان المعركة بالضبط. لا ده احنا اكتر من كده، احنا واقفين على جبل الرماه اللي كان واقف عليه الرماه اللي وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبتدي من الاول. اللي قدامنا دون جبل احد، جبل عظيم، جبل من جبال الجنه.
جبل بيحبنا وبيحبه، مش أنا اللي بقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال أحد جبل يحبنا ونحبه. أنا باجي هنا كل ما باجي هنا أقعد أملى عيني من الجبل وأبص له قوي وأملى عيني منه وأقول هشوفك في الجنة يا أحد زي ما أنت كده، هنلاقيك في الجنة زي ما أنت. أنا بحب الجبل ده قوي لأن النبي قال عليه أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا لأنه هو عارف إن المسلمين ضحوا هنا ودمائهم هنا، ونحبه لأن هذا الجبل حمل المسلمين يوم أحد زي ما هنشوف النهاردة. يا جماعة أحد جبل من جبال الجنة، بصوله كويس واملوا عينكم منه، مش هتلاقي عليه خضرة كتيرة زي جبال أوروبا، مش هتلاقي عليه شلالات مية، لكن هتلاقي عليه عراقة ودماء صحابة النبي اللي ضحوا عليه. النبي مرة كان واقف على الجبل دون هو وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على جبل أحد اتهز الجبل، عارفين اتهز ليه؟ مش زلزال، إنما ما قدرش يتحمل عظمة اللي واقفين عليه، فتفاعل الجماد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على الجبل وحط إيده عليه وقال له أثبت أحد، اجمد يا أحد، فإن فوقك نبي وصديق سيدنا أبو بكر وشهيدين بشرى لعمر وعثمان، فسكن الجبل. يبقى ما كانش زلزال، كان حب وشوق إلى النبي، هو ده الجبل اللي حصل عليه هذا الكلام. طيب دون جبل أحد، إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في شمال المدينة، يعني لو ادينا ظهرنا بصينا الناحية التانية هتلاقي مآذن المسجد النبوي، هتلاقي المأذنة بتاعت المسجد النبوي واقفة في ظهرنا على طول. دي يا جماعة اللي قدامكم أرض المعركة، شايف أرض المعركة قدامك، واللي قدامنا دي هناك ساحد الشهداء اللي مدفون فيها شهداء أحد، زي ما انت شايف قدامك ادي أرض المعركة قدامنا، وادي ساحة الشهداء اللي متصورة اللي متخوطة بالسور الأبيض، دون مكان شهداء أحد. طيب تيجوا نحكي المعركة دي تمت ازاي؟ قريش جاية منين؟ قريش جاية من الاتجاه ده يا أخوانا، جاية من عند الجبال البعيدة دي، ده الاتجاه اللي جاية منه قريش، من هناك من بعيد مطرح ما بشاور بإيدي هناك جاية قريش. قريش هتيجي على هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أوتوماتيك هيطلع يقابل قريش في أرض المعركة دي. ليه يا رسول الله هتيجي تقابلهم في أرض المعركة هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملهاش مدخل المدينة إلا المكان اللي احنا فيه، لأن المدينة محاطة بالجبال، حماية طبيعية من الله، وحاجة اسمها الحرة، منطقة صخرية مدببة، لا جيش ولا خيول ولا مدرعات ولا دبابات تقدر تعدي منها، فالمدخل الوحيد لقريش هو المدخل دون، مدخل المدينة الوحيد. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وحيقابل قريش هنا في أرض المعركة. طيب إيه خطتك يا رسول الله؟ خطتك إيه في المعركة؟ تعالوا اتفرجوا على عظمة التخطيط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم. خطة النبي العسكرية إن هو يخلي قريش تقابله وجها لوجه ما تخوطوش أبدا. كل اللي عايزه النبي عدده 700 وقريش عددها 3000، لو 3000 خوطوا بالمسلمين ينهزم المسلمين، لو قدرنا نواجههم وجها لوجه احنا اللي معانا الايمان، احنا عقيدتنا وايماننا بالله الشديد هتخلينا لو احنا اقل من ضعف العدد، خلي بالك قريش 3 أضعاف المسلمين، برضو ننتصر عليهم. فهتعمل ايه يا رسول الله؟ انا عايز اخلي قريش تقابلني بنفس عددي، عايز اخلي قريش ما تخوطنيش ابدا. عارفين هيعمل ايه؟ هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخلي قريش ما تخوطوش ازاي يا رسول الله؟ هيخلي زي ما قلنا لكم أول عسكري من المسلمين، أول دراع للمسلمين، أول جندي للمسلمين، دراعه كتفه لزق في جبل أحد في أضيق مسافة بين جبل الرمال اللي أنا واقف عليه وبين التبة اللي هناك بتاعت جبل أحد. خلي بالك جبل أحد فيه حتت كتيرة بعيدة، لكن المنطقة اللي هناك دي هي أقرب منطقة، حوالي 650 متر بس. فيجي النبي في أضيق حتت بين جبل الرمال وبين جبل أحد، بين الجبلين دول يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش بتاعه صف واحد، بحيث أن أول جندي في المسلمين لازق في جبل أحد هناك، ويفضل يخلي الجيش كله يمشي بالطريقة دي. فيقفل، فاهمين هيعمل إيه؟ قريش جاية تلاقي أن الميمنة بتاعة المسلمين مقفولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدي جيشه هناك. طب والميسرة بتاعة المسلمين؟ ما ممكن قريش تلف من ورا جبل الرماة،
يعني ممكن قريش تقوم جايه من ورا جبل الرماه وتلف ورا النبي فتبقى خدته من وراه ومن قدامه. النبي مش عايز الكمشه دي تحصل ابدا. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هوقف على جبل الرماه اللي انا واقف عليه دون 70 من 50 من الصحابه يقودهم سيدنا عبد الله بن جبير. ليه 50؟ لان قريش معاها 300 فرس، فلو ال 300 فرس عايزين يلفوا من ورا جبل الرماه، ال 50 رامي على ما يفكروا يلفوا في 5 دقايق يكونوا موتوهم كلهم، لان هم 50 رامي مهره، 50 يقدروا يخلصوا على 300. فقريش مش هتعرف تلف من ورا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف هنا ال 50. فبقى النبي قافل الميمنه بتاعته ان هو بادي جيشه من عند جبل احد، وقافل الميسره بتاعته انه موقف 50 هنا. ابو سفيان جاي لقى ايه؟ ابو سفيان مقسم جيشه عشان يلف. النبي قاري، النبي قاري ابو سفيان هيفكر ازاي؟ عايز تعمل ايه يا ابو سفيان؟ مقسم جيشه ميمنه وميسره وقلب. الميمنه بتاعت ابو سفيان، الميسره بتاعته عكرمه بن ابي جهل، اهو ابو سفيان جاي كده، الميسره بتاعته عكرمه معاه 700، والميمنه بتاعته خالد بن الوليد معاه 300 فارس. وهو ابو سفيان في القلب معاه 2000، 700 و300 وفي النص 2000. عايز تعمل ايه يا ابو سفيان؟ عايز عكرمه يلف من حوالين ميمنه المسلمين، وخالد يلف من حوالين ميسره المسلمين، وانا جالهم من القلب، فنبقى جبناهم من قدامه من مره. جه ابو سفيان بص لقى النبي قافل له الميمنه بتاعته، موقف مين؟ عكرمه بن ابي جهل. موقف مين؟ اسف، موقف ان الجنود بتاعته باديه من هناك، فقفل له الميمنه من هناك، والميسره قفلها له موقف عليه 50 رامي. خالد بن الوليد واقف فين؟ شايفين انت التندات اللي هناك دي؟ واقف عند التندات اللي في ظهري بالظبط. خالد بن الوليد معاه 300 فارس، عايزين ايه؟ كل هدفهم يجوا يلفوا من ورا الجبل الرماه اللي انا واقف عليه دون، عايزين يلفوا من ورا جبل الرماه عشان يطوقوا المسلمين فكره الكماشه. فخالد بن الوليد كل ما يجي يتحرك من عنده يلاقي الرماه وقفوا له من الجبل اللي انا واقف عليه من بطرح ما بنصور بالظبط، فيضطر يقف مكانه تاني. كل ما يجي يلف يبص يلاقي كده، فاضطر خالد بن الوليد يفضل واقف مكانه، وتعطل خالد بن الوليد مش عارف ينفذ الخطه. فبقت الوضع ايه؟ الوضع ان النبي فرض خطته على ابو سفيان، عطله الميمنه بتاعت عكرمه. عكرمه الحل الوحيد قدامه ايه؟ انه يلف من ورا جبل احد عشان يطوق المسلمين. جبل احد 23 كيلو عشان تلف من وراه، يعني تكون المعركه خلصت من زمان. فعكرمه بقى قاعد فاضي، وخالد بن الوليد هنا قاعد فاضي، وجبر النبي ابو سفيان انه يواجهه بنفس العدد، ويواجهه اسف وجها لوجه ما يلفش حواليه، عشان تبتدي المعركه بالخطه اللي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنبدا المعركه ازاي؟ هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم ويقف ويخلي قائد اللي ماسك لواء المسلمين سيدنا مصعب بن عمير، ذلك الشاب الوسيم الجميل بقى هو اللي حامل راية المسلمين يوم غزوة أحد. ومين قائد العمليات في أرض المعركة؟ النبي القائد العام. طب ومين قائد العمليات؟ حمزة بن عبد المطلب ومعاه 2 مساعدين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. ويقف سيدنا حمزة بن عبد المطلب ويصف النبي الجيش في المنطقة الضيقة اللي قدامكم ديا، يبقى جيش المسلمين يعني دي بالظبط يا جماعة أرض المعركة اللي قدامكم. يصطف جيش المسلمين يقفل المسافة من جبل الرماة اللي أنا واقف عليه لغاية جبل أحد، وهنا يقف الرماة وتبدأ المعركة بهذه الصورة. مين اللي حامل اللواء عند قريش؟ بني عبد الدار. مين بني عبد الدار دول؟ مجموعة عيلة كاملة، 9 طنفار جايين شايلين اللواء عشان لو أي واحد منهم يموت يطلع التاني يمسك اللواء وراه. تعالوا نكمل ونشوف إيه اللي هيحصل في المعركة. نزلنا يا جماعة على جبل الرماة، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم، يقف الرماة هنا، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يديهم تعليمات محددة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته للمعركة كأنه عارف اللي هيحصل بالتفصيل. قال إن رأيتمونا، هم 50 واحد معهم عبد الله بن جبير، إن رأيتمونا ننتصر ونأخذ الغنائم فلا تنصرونا، فلا تتبعونا، سيبونا. وإن رأيتمونا ننهزم وتأكل الطير من رؤوسنا، يعني متنا وتقطعنا والطير بتأكل من رؤوسنا، فلا تنصرونا، ملكوش دعوة بينا، ابقوا في أماكنكم مهما حدث.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرؤية عنده بهذا الوضوح وبهذه القوة، عارف ان دي الثغرة الوحيدة الجبل اللي انا واقف عليه دون. لان خلي بالكوا يا جماعة، خالد بن الوليد ما عندوش حل غير ان هو يلف من الحتة الضيقة اللي جنب جبل الرماة، لان زي ما انتم شايفين جنب جبل الرماة في وادي، الوادي ده كان مليان مية، فما يقدرش خالد بن الوليد يلف من بعيد، فالنبي حصرهم في المنطقة دي. فلو حبيت تلف يا خالد ما عندكش طريق، فبالتالي الرماة في مداهم ان هم يجيبوا خالد بن الوليد، لان المسافة بين جبل الرماة وبين الوادي اللي جنبنا مسافة ضيقة جدا. طيب خليني اوريكم حاجة تانية. شايفين المسجد دون؟ المسجد دون هو كان مكانه هو مكان معسكر المسلمين. يعني ايه معسكر المسلمين؟ مطرح ما المسلمين بيجتمعوا، يعني مقر القيادة، يعني مقر الاتفاقيات. هنا معسكر المسلمين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الاوامر للجيش وبيحرك الجيش. دون يا جماعة جبل الرماة، ويقف الرماة الخمسين، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة. سنك قد إيه يا رسول الله دلوقتي؟ سنه 56 أو 57 سنة صلى الله عليه وسلم. يعرف النبي في المعركة، ويبدأ ينزل النبي ويقف في وسط الجيش وعايز يحمس الجيش ويرفع الروح المعنوية. خلي بالكوا احنا بنحكي الكلام ده، صوته كان هنا وهنا تقال الكلام ده. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ويقول: من يأخذ سيفي هذا؟ مين يحارب بسيفي انا؟ تخيل تحارب بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل الصحابه يقولوا: انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. فيقول النبي: من ياخذه بحقه، مش اي اخذ والسلام، مين ياخذه بحقه. فكل الناس اول ما تسمع حقه يقولوا له: وما حقه يا رسول الله؟ فيقول النبي: يفلق به هام الكفار. النبي الحنين الرقيق، لكن وقت المعركة ووقت الشدة حازم وقوي. فيطلع وكل الصحابة يخافوا، يعني مين يقدر يعمل كده؟ فيطلع واحد من الصحابة اسمه أبو دجانة ويقول له: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فيسلمه له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عنده عصابة حمراء لو ربطها نعرف إن هو هيحارب حتى الموت. فقام واسك ورابط على دماغه العصابة الحمراء، وقف وسط الجيش يقول: أنا الذي عاهدني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الظهر في أكيلي، ما أمش في آخر الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول. يقول الزبير بن العوام: فاتبعته أثناء المعركة، فوجدته والله يضرب به الكفار ضربا شديدا، حتى اقترب من فارس ملثم، فأراد أن يضربه، فكشف الفارس عن وجهه، فإذا بها امرأة من قريش، فرفض أن يضربها بسيف النبي، لأن النبي عمره ما ضرب امرأة. فكان أبو دجانة يحمل سيف النبي بحقه، حتى أنه هو ما ضربش به امرأة. دهواً كان أبو دجانة. ويقف سيدنا حمزة في أرض المعركة. تخيلوا يا جماعة أنا بحكي هذا الكلام من هنا. يقف سيدنا حمزة ويحط ريشة في صدره في وسط قلب المعركة، ريشة عشان يعلم بها نفسه: أنا مش خايف، أنا بقول لكم يا قريش، أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الإسلام. ويقف سيدنا حمزة ويعلق الريشة ويمشي قدام قريش. المعركة هتبتدي خلاص، يتبختر بين الصفوف، يمشي كده بتيه وبعزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل كلمة شهيرة، يقول: إن هذه مشية يكرهها الله تعالى إلا في هذا الموضع. أيوة يا حمزة جدع، أيوة نتمنظر، بس نتمنظر في المكان الصحيح، مش نتمنظر على نفسنا ونتمنظر على أخواتنا. اتمنظر لما يكون الأمر يدعي إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموضع. عظيم يا حمزة، حتى وانت بتتمنظر على قريش في هذا اللقاء. تعالوا ننزل مع بعض ونكمل مع بعض في مكان آخر. نزلنا دلوقتي يا جماعة، بقينا في وسط قلب المعركة، نزلنا من على جبل الرماة، بقينا في وسط قلب المعركة. جبل الرماة قدامك اهو زي ما انت شايفه، احنا كنا فوقيه الاول بنصور من فوقيه، اديك شايف جبل الرماة واقف عليه. تخيل كده واقف عليه الخمسين صحابي، شايف سيدنا عبد الله بن جبير واقفين عليه منتظرين مسكين السهام، موقفين خالد بن الوليد الناحية التانية مش قادر يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في وسط المعركة، وهنبدأ المعركة بهذه الصورة. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يحمس الجيش، ويبدأ الجيش يتحرك، وتفاجأ قريش اللي هي معاها 3000 قدام المسلمين اللي معاهم 700. يبدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب يدخل جوه جيش الكفار، يعمل شيء عجيب يا جماعة، منتهى الشجاعة التي لا تتخيلها، يقطع الجيش من أوله ويطلع من الناحية التانية ويقوم راجع تاني، يعني عاملهم زي المنخل، داخل خارج داخل خارج. فسيدنا علي بن ابي طالب يقول: اشمعنى عمي؟ فيدخل سيدنا علي بن ابي طالب ويطلع من الناحيه التانيه. فالزبير يقول: اشمعنى هم؟ يا
يدخل الثلاث قادة اللي بيقودوا العمليات جوه المعركة منتهى الشجاعة ومنتهى الحماس، ويبدأ سيدنا حمزة لما يلاقي جيش الكفار مخوخ كده يقول لو قدرنا نوقع حامل الراية ونسقط الراية أكيد 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 تخلص المعركة بسرعة، ويبدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب يدخل على حامل الراية بتاع بني عبد الدار ويسقط حامل الراية ويقتله فتسقط الراية، فيطلع تاني واحد من بني عبد الدار يقوم شال الراية، يقوم طلع له سيدنا حمزة يخترق الصفوف. طبعا الراية يا جماعة ما بيبقاش واحد واقف لوحده، ده بيبقوا حاميينه ناس كتير، ويخترق الصفوف ويقتله سيدنا حمزة، ويقتل التالت ويقتل الرابع. تخيل الراية كل شوية تقع، راية تعبانة جدا، انتصار حاسم، 700 كاسبين 3000، شايف الإيمان بيعمل إيه، شايف حب الرسالة بتعمل إيه، ويقع الرابع. فسيدنا علي بن أبي طالب يقول له يا عم دعني أنا أيضا أسقط رايتهم، فيدخل سيدنا علي بن أبي طالب يقتل الخامس ويقتل السادس. تخيل هيسقط 9 من حملة الراية يقعوا في يوم واحد، كل بني عبد الدار يقتلوا، فيقوم داخل الزبير يقول أقسمت عليكم دعوني أنا أيضا، طب وأنا كمان كأنهم يعني، ويدخل سيدنا الزبير بن العوام ويسقط 9 من حملة الراية على إيد حمزة بن عبد المطلب أسد الإسلام، وعلى إيد سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى إيد سيدنا حمزة بن عبد، وعلى إيد سيدنا الزبير بن العوام يسقط الناس كلها، ويبدأ المسلمين ينتصروا انتصار حاسم في أول نص ساعة. ويبدأ يا جماعة المعركة تتجه كده، شايفين المكان اللي احنا فيه، تبدأ قريش تسحب وتهرب، ويبدأ المسلمين ينتصروا، والغنايم مالية أرض الساحة اللي انتوا بتبصوا عليها اللي احنا واقفين فيها هديا، قريش بتموت وغنايم مرمية في الأرض وسيوف. ويبدأ في الوقت ده الرماه يقولوا لبعضهم خلاص المعركة خلصت انتصرنا، طب ما ننزل، تنزلوا يا رماه انتوا ناسيين امر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا لا ده خلاص المعركة انتهت، ننزل ناخد الغنايم. فيفكرهم عبد الله بن جبير من على جبل الرماه اللي انتوا شايفينه دون، يقول لهم احنا مش وعدنا، مش النبي قال لنا ما تتحركوش، يقولوا له لا ما هو ما فيش مشكلة المعركة خلصت، يقول لهم اما انا فلا اتحرك ولا اعصي امر رسول الله، يقف على جبل الرماه اللي انتوا شايفينه ويرفض ان هو ينزل هو وعشرة، وينزل الاربعين وينسحبوا من فوق جبل الرماه عشان ياخدوا غنايم ويعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الأربعين واحد عصوا أمر النبي، فانكسر جيش المسلمين وتعور النبي وقتل حمزة وفقد المسلمين الكتير وانكسر الجيش وما حصلتش النصر بسبب 40 واحد عصوا أمر النبي، فما بالك أمة لو عصت أمر النبي. شوفوا قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جه 30 مرة في القرآن، وقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شفتوا معصية 40 واحد، ربنا ما بيحبش حد، ربنا عنده سنن في كونه، اللي يغلط يجازى، ينزل 40 واحد من أجل الدنيا من أجل الغنايم المعركة خلصت ويعصوا أمر النبي. خالد بن الوليد هو كمان كان فاكر المعركة خلصت من المكان اللي هو فيه، لأن قريش انسحبت وبتنهزم والمسلمين انتصروا انتصار كبير، ولأنه مش عارف يلف ويطوق المسلمين والخطة فشلت، فياخد بعضه ويبدأ ياخد الجيش بتاعه ويرجع، ياخد الفرسان 300 ويرجع، وهو راجع يبص على جبل الرماة بحسرة يا خسارة، فيبص يلاقي 40 بينزلوا، فيدرك ان 10 ما يقدروش يخلصوا، يلاقي الجبل فضي وان اللي عليه عدد قليل قوي، فيقوم واخد بعضه وطالع جري على جبل الرماة، ويطلع على جبل الرماة ويقتل على هذا الجبل 10 صحابة عبد الله بن جبير. جبل الرماة اللي انتوا يا جماعة شفتوه عليه دماء 10 من الصحابة قتلوا، ويطلع خالد بن الوليد على قمة الجبل وعايز يقول لابو سفيان اننا نفذنا الخطة وطوقنا المسلمين، فيقف على جبل الرماة وينادي بأعلى صوته اعلو هبل، علشان ابو سفيان يعرف ان هو خالد نفذ الخطة، فارتفعت الروح المعنوية للمشركين، وبص المسلمين لقوا كده فانكسرت الروح المعنوية للمسلمين، ويبدأ خالد بن الوليد يهاجم المسلمين من ظهرهم، ويبدأ المسلمين يرتبكوا بسبب معصية 40، ويجي واحد اسمه عبد الله بن قمئة، عبد الله بن قمئة شديد الكراهية للمسلمين، طالع مخصوص مش عايز يحارب، يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده هدف عبد الله بن قمئة، معاه 10 هدفهم يقتلوا النبي. فعبد الله بن قمئة يقوم مهاجم مين؟ مصعب بن عمير، على التبة اللي أنا عليها دي، هنا دم مصعب بن عمير، بص على الأرض دي، على الأرض اللي أنا واقف عليها دماءك يا مصعب،
يبدأ ابن قمي يهاجم مصعب بن عمير الشاب الجميل الوسيم الشاب اللي ياما بذل الشاب اللي دخل الإسلام المدينة هتعمل ايه بالدنيا انت عملت كتير يا مصعب روح الجنة واستريح يبدأ ابن قمي يهاجم سيدنا مصعب بن عمير مصعب بن عمير ماسك الراية في ايده اليمين فيدخل على ابن قمي فكره النبي افتكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب ايد مصعب اليمين فتتقطع ايده اليمين تخيل الالم زي اللي حصل لابن رواحة في مؤتة في غزوة مؤتة زي ما هنشوف فتتقطع ايد مصعب اليمين فبدل ما يقول اه يا ايدي ويبكي عليها يلاقي الراية هتقع فبدل ما يبكي على ايده والدم نازل يجري ياخد الراية بايده الشمال عشان تفضل الراية مرفوعة عشان تفضل راية الاسلام مرفوعة على الحتة اللي انا عليها دي على الارض اللي انا واقف عليها دي مصعب بن عمير اتقطع ايده اليمين وطار قدامه ما بكهوش انما بكى على راية الاسلام عشان ما تقعش سامعين سامعين يا جماعة فيجي ابن قمي او يقوم ضارب ايده الشمال فكره النبي برضه فيجي مصعب ويقوم واخد الراية بين عضديه الحتة اللي باقية من الكتف بعد ما اتقطع ويقوم حاضن الراية بايديه الاتنين حضن راية الاسلام ما تقعش ابدا فيجي ابن قمي او يقوم قتله ويصيح باعلى صوته قتلت محمدا قتلت محمدا فيجتمع على المسلمين ان هم اتحوطوا من القدام ومن ورا واشاعة قتل النبي هو ما قتلش النبي هو قتل مصعب ويسقط مصعب ابن عمير رضي الله عنه ويقف ابن قمي يقول كده فيبدأ المسلمين يرموا السلاح ويقولوا ما عادش فيه فايدة قتل رسول الله وحوطونا ويبدأ المسلمين يجروا على المدينة يجروا في الاتجاه ده راجعين على المدينة اللي منهم يقول قتل النبي هنعمل ايه بعده واللي منهم يقول طب نلحق نرجع نلحق المدينة يحسن يهاجموها زي ابو بكر وعمر فكروا كده ومنهم اللي خاف وجري ومنهم 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 ويبقى النبي في ارض المعركة ومعاه 20 واحد بس 20 صحابي بس منهم واحدة ست أم عمارة نسيبة بنت كعب ويفر الناس كلها في الحتة اللي احنا واقفين فيها ديا ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحيط بيه مجموعات من الكفار مش كل التلتلاف عارفين مكانه مجموعات من الكفار تحيط بالنبي هيحصل ايه هتعمل ايه يا رسول الله وال20 واحد اللي حواليك هيعملوا ايه تعالوا ننزل لأرض المعركة للمكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وال20 واحد ونشوف إيه اللي حصل يا من إذا رأيناه وجدناه قائل نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب إحنا يا جماعة دلوقتي نزلنا جوه أرض المعركة احنا بالظبط مكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض المعركه زي ما انتم شايفين جبل الرماه موجود قدامكم هناك هم ودون ارض المعركه وزي ما انتم شايفين ادي المكان اللي قدامنا اللي فيه مقابر الشهداء بتوع احد لان هو ده المكان اللي استشهدوا فيه احنا دلوقتي مكان النبي وال20 واحد لما النبي صلى الله عليه وسلم احاط ب20 واحد من الصحابه بيدافعوا عنه دي الارض اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ال20 حصل فيها بالظبط ازاي بيحموا النبي طبعا مش كل قريش كانت عارفه ان ده مكان النبي لانه كان اشيع ان هو قتل وقريش متفرقه في اماكن كثيره لكن بدا مجموعات من قريش تزيد حوالين ال20 واحد وبدا يبقى في شك هو مات ولا ما ماتش وبدا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يرفع صوته عشان ينادي الصحابه اللي عمالين بيجروا ناحيه المدينه طبعا المدينه في الاتجاه دون فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الي يا عباد الله الى رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم دي منتهى الشجاعه ومنتهى الجراه فاجتمع ال20 واحد وتعالوا شوفوا البطوله النادره ال20 واحد خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم يحسن يصيبوا اي اذى وقريش بدات تتجمع حوالين النبي 50 100 120 عمالين يتجمعوا عايزين يوصلوا لرسول الله ال20 واحد دول محوطين على مين وبدات السهام تيجي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجي ابو دجانه فاكرينه اللي شال سيف النبي لانه شال سيف النبي راجل قوي ما جرتش يا ابو دجانه هتعمل ايه يا ابو دجانه فياخد النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه ويحوط على النبي صلى الله عليه وسلم عشان السهام وهي جاية تيجي في ظهره هو ما تجيش في النبي شايف الحب لأي درجة مستعد لضحي علشان رسول الله إلى هذه الدرجة أنا ما بطلبش منك يحصل لك كده ده أنا بقول لك صلي الفجر ده أنا بقول لك احمل الرسالة ده انا بقول لك ابذل مجهود ياخد ابو دجانه النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه ويطرس على النبي زي صلى الله عليه وسلم وتبدا السهام عماله تترمي
وتبدأ السهام عمالة تترمي فتقع في ظهر أبو دجانة ما يقومش. تخيل سهم في ظهره، بس رسول الله أغلى من ظهري وأغلى من الألم، يفضل واخد النبي يقولون فكان ظهره كالقنفذ من السهام، بقى ظهره عامل زي القنفذ من كتر السهام اللي مرشقة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، انظر لواحد تاني سيدنا سعد بن أبي وقاص، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عايز يزق الكفار بعيد عنه، يقول له ارمي سعد، ارمي عليهم عشان نبعدهم عننا، ارمي سعد فداك أبي وأمي. أول مرة النبي يقول لحد فداك أبويا وأمي، كل الناس كانت هي اللي بتقول للنبي فداك أبي وأمي، أول مرة النبي يقول لواحد. عارفين ليه؟ لأنه كان ماهر جدا في رمي السهام وراجل. يا جماعة، النبي ما بيحبش ناس عادية، بيحب ناس متميزة، ناس ناجحة. سعد بن أبي وقاص ماهر في السهام، سعد بن أبي وقاص ده هيبقى قائد الفارسي، قائد معركة القادسية اللي انتصر فيها على الفرس، لعلها بدعوة النبي ارمي سعد فداك أبي وأمي. يا بختك يا سيدنا سعد. يا سلام لو النبي كان يقول لواحد مننا كلمة زي دي ويرمي سعد، ويبدأ الكفار يرجعوا لورا بسبب رمي سعد المتميز الماهر. من أمثلة الناس اللي كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله، أحد العشرة المبشرين بالجنة. سنك قد إيه طلحة؟ داخل على 28 سنة، يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرقب أرض المعركة، فيقول له اخفض رأسك يا رسول الله لا يصيبك سهم، وطي يا رسول الله أحسن يجي فيك سهم. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه يقول له أرجوك اخفض رأسك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، رقبتي تتقطع. بس هنا يا جماعة، هنا اللي أنا بحكيه ده، هنا في الأرض دي، في وسط قلب المعركة، تقريبا في نفس المربع اللي احنا واقفين فيه، ما نعرفش بدقة في انهي لحظة، بس في المربع اللي احنا واقفين فيه دون حصلت المعركة، او حصل دفاع العشرين حوالين النبي، ويقف طلحة بن عبيد الله ويلاقي سهم من بعيد جاي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيل يعمل ايه؟ يحط ايده قدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان السهم يجي في ايده ما يجيش في النبي، ويخترق السهم ايد طلحة بن عبيد الله ويخرج من الناحية التانية، وتشل يد طلحة بن عبيد الله وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. موقف صعب، ويقف النبي ويقول والله ما أنصفنا أصحابنا، الناس اللي رجعت المدينة ما أنصفتناش لما سابتنا لوحدنا. من أمثلة الناس اللي دفعوا عن النبي في الحتة اللي احنا واقفين فيها هديا، يزيد بن السكن. جه يزيد بن السكن ومعاه 10 من الأنصار، كلهم من الأنصار، ويقف 10 حوالين النبي، والنبي أجهد، أنت كم سنة يا رسول الله؟ 57 سنة يا أخوانا، فأجهد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القتال ومن شدة الإرهاق يبدأ يقول من يدفعهم عني يساعدني وله الجنة، فيجي 10 من شباب الأنصار يقودهم يزيد بن السكن هنا، يقولون ندفع عنك يا رسول الله ولنا الجنة، فيقول نعم، فيدخل الأولاني فيقاتل حتى يقتل، ويدخل الثاني والثالث والرابع يقاتلون بين يدي النبي. القريش بدأت تتجمع حوالين المسلمين، والمعركة بقت شديدة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحي الأولاني والثاني والخامس والسابع، كل واحد عايز يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قريش عمالة تتزاحم حول المسلمين والنبي مش قادر يحارب لوحده، ويقع الخامس ويقع السادس عاشر. واحد كان مين؟ كان هو يزيد بن السكن، قائد المجموعة من شباب الأنصار، كانوا شباب صغيرين. سنك كام يا يزيد؟ 23 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ويقف يزيد بن السكن ويدافع، يقولون تتساقط عنه الدماء، عمال القريش تخبط فيه وكأنه لا يريد أن يموت، يريد أن يدافع عن النبي. يا جماعة، حب النبي في قلوبكم لهذه الدرجة حتى سقط رضي الله عنه شهيدا. فلما سقط في الأرض اللي احنا فيها دي اتمرمغ وجهه بالتراب، فقال النبي لا ارفعوا وجه يزيد عن الأرض، وقام النبي ووضعه بين يدي وظل يمسح التراب عن وجهه. مات يا رسول الله، شوفوا الحنية لأي درجة. ويرفع النبي يده إلى السماء ويقول اللهم إني أشهدك أني راض عن يزيد بن السكن، اللهم إني أشهدك أني راض عن يزيد بن السكن. كل ده في المربع اللي احنا فيه ده، هنا شفتوا الشهداء دول؟ عرفتوا مقبرة الشهداء فيها مين؟ فيها يزيد بن السكن والعشرة، فيها هؤلاء الشهداء. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي حصل تاني في أرض المعركة دي. يا من إذا نعناه وجدناه قائل نسألك يا الله يا منادى
ويتكثر المشركين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ واحد يقرب. أبي بن خلف، أبي بن خلف كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده في مكة زمان، وقابله أبي بن خلف وكان شديد الكفر والعناد، فكان جايب الحصان بتاعه كده وأنبصص للنبي وقال له زمان في مكة، قال له أتدري يا محمد هذا الفرس لما أسمنه؟ أسمنه لأقتلك عليه. فقال له النبي بل أنا قاتلك إن شاء الله. وتيجي النهاردة غزوة أحد، ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط العشرين اللي محوطين بيه أو بقى اللي عمال يتساقط منهم اللي باقي، فيجي أبي بن خلف لابس الحديد من فوق لتحته ما عدا يا دوب فتحة فمه وعينيه عشان يتنفس وعشان يشوف، وكله لابس الحديد، ويبدأ يقرب من النبي. فيبدأ طلحة بن عبيد الله وإيده فيها الجرح اللي فيه يقول له يا رسول الله هذا الفارس يقترب. فيسمع النبي صوت الفارس اللي بيقول أين محمد، فيعرف إنه هو أبي بن خلف. يقولون فنفضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعوا مع ان يا رسول الله احنا عايزينك توطي عشان ما فيش سهم يجي فيكم، لكن انظر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنفضنا النبي صلى الله عليه وسلم واخذ وقال اعطوني حربة، فاخذ الحربة حتى ارتجفنا من كتر ما النبي بقوة هز الحربة، ثم القاها فجاءت في الحديد فلم تصيبه الا بجرح بسيط لانه لابس حديد عند فمه. فظل يقول قتلني محمد قتلني محمد، وظل يصرخ كالبعير. فقالوا له كيف قتلك إنما هو جرح بسيط؟ قال لهم قال لي في مكة سيقتلني إني أصدقه اليوم. فطلع على الجبل ناحية جبل أحد، ده جبل أحد، بدأ يطلع على الجبل وهو يصرخ، فسقط من المكان الآخر من الرعب، فمات أبي بن خلف. قتله النبي أو قتله الرعب أو قتله الثقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أشجع الشجعان فكانت امرأة، أم عمارة، ما جريتش ولا رجعت المدينة، فضلت واقفة جنب النبي صلى الله عليه وسلم هي وابنها، وكل الناس اتحركت. فتخيلوا أم عمارة وهي واقفة والنبي بدأ يقل العدد اللي حواليه، يجي مين؟ عبد الله بن قمئة اللي قتل سيدنا مصعب فكه النبي، فعرف إن النبي حي، فجاي ابن قمئة يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت قدام أم عمارة ولقت سيف مرمي فقامت واخداه ووقفة قدامه. هي ما بتعرفش تحارب، هي امرأة كانت جاية يعني تسقي الجرحى، فلما لقت ابن قمئة قدامها وقفت قدامه. فيجيلها يمين، هو مش عايز يقتلها لان عيب ان العربي يقتل امرأة، هو عايز يوصل لرسول الله والنبي وراها، والنبي بيحارب مع واحد تاني وهي شايفاه عايز يروح للنبي من ظهره. فيجيلها يمين تجيله يمين، يجيلها شمال تجيله شمال. فاتغاظ ابن قمئة فقام ضربها ضربة طيرت السيف من ايديها. تقول فهممت ان اجري فنظرت فاذا النبي وحده فثبت في مكاني. هنا يا جماعة لعل أم عمارة كانت مكاني الآن، ما تبصوش للكاميرا جايبة مين الآن، لكن تخيلوا إن في المكان ده واقفة أم عمارة بمنتهى الصدق ومنتهى الإيمان عشان بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو كنت مكان أم عمارة وما فيش إيدك حاجة كنت هتقف ولا تجري؟ فاتغاظ ابن قمي قوي فظل يضربها بالسيف على كتفها علشان يزحها من قدامه، حتى غارت عظم الكتف وقع لتحت، والمرأة لا تتحرك لغاية ما كتفها بقى زي نافورة دم، فسقطت في مكانها. ما ماتتش أم عمارة، لكن وهي سقطة لقت ابنها حبيب ابن زيد جاي ينقذها، فتقول له ايه دعني دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك رسول الله. يا جماعة النبي حبيبك مش بتقولوا على خطى الحبيب مستعد تدافع عنه كده؟ مش بطلب منك تموت كده، ده انا بطلب منك تعيش تصلح حاجات سهله، تصحى فجر تعبد ربنا تطيع رسولك تصلح اللي حواليك تصنع الحياه تساعد معانا. فيسقط عظم كتفها وتسقط على الارض وتقول لابنها ادرك رسول الله وهي في نافوره من الدم. فالنبي يبص لها ويقلب كفيه ويقول من يطيق ما تطيقين يا ام عماره؟ مين يستحمل اللي انت مستحملاه يا ام عماره؟ فوهي في دمها تبص له وتقول له اطيق واطيق واطيق. هنا قالت الكلام ده يا اخوانا، ده نستحمل واستحمل واستحمل، ولكن اسالك شيئا واحدا، اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. فيرد عليها النبي ويقول لها لست وحدك، انت واهل بيتك كلكم انتم رفقائي في الجنه، انتم رفقائي في الجنه. شفتوا اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دون بيحصل حاجة في المدينة. ايه هي؟
كان في واحد ما حضرش المعركة بس واحد راجل قوي. مين هو؟ أنس بن النضر. مين دون؟ عم أنس بن مالك. ماله؟ ما كانش حضر غزوة بدر اللي فاتت، فكان حلف لو ربنا أشهدني غزوة تانية ربنا حيشوف أنا حعمل إيه. يا ما وعدت ربنا في رمضان ده وحتبقوا رجالة وبعدت ورفعت أيديك وقلت على خطى الحبيب وبنوعدك يا رب. فاكرين يا جماعة؟ أنس بن النضر وعد ربنا إن أنا لو جت معركة تانية يا رب هتشوف أنا هعمل إيه. أنس بن النضر كان ما حضرش معركة أحد. ليه؟ لأنه كان في سفر. فلما جت معركة أحد فجأة كان أنس بن النضر مش موجود في المدينة. راجع إمتى؟ وصل المدينة والصحابة راجعين من أحد فاكرين إن النبي قتل. تخيل الجيش راجع، الجيش راجع للمدينة وأنس بن النضر جاي. فنظر إليهم أنس بن النضر وقال ما بكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبص لهم وقال لهم فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ طب هو مات، هتعملوا إيه بالعيشة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. فرجع الجيش كله واحد، فرجع الجيش كله، فكان أول واحد رجع. فاكرين النبي مات؟ فكان أول واحد رجع أبو بكر الصديق، فرجع للنبي في الأرض ديا. وبدأ الصحابة تاني يتجمعوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الجيش يتحرك، تعالوا نشوف لمكان تاني. بدأ النبي يتحرك، فجي واحد من الكفار اسمه أبو عامر الفاسق وحفر حفرة للنبي في وسط الأرض عشان النبي يسقط فيها وهو بيحارب وهو مش واخد باله. بدأ يبص النبي واقف فين، تعالوا نقرب تقريبا من مكان الحفرة دي ونشوف المكان اللي سقط فيه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اخوانا المكان دون هو المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيه ان هو اتحفرت له حفرة في الارض سقط فيها صلى الله عليه وسلم. زي ما انتوا شايفين ادي جبل الرماة ورانا اللي عليه الناس دون، وادي ورانا مقبرة الشهداء اللي فيها شهداء احد، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحارب مع بدأ الصحابة يرجعوا وسيدنا ابو بكر وبدأ وبقية الصحابة يتجمعوا حوالين النبي في المنطقة دي. الارض هنا ارض صخرية شديدة، اتحفرت الحفرة للنبي، النبي بيحارب مش واخد باله، وابو عامر بيدور على اماكن النبي اللي موجود فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط النبي وهو مش واخد باله، فيسقط صلى الله عليه وسلم على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، فيرتطم وجه النبي بصخرة موجودة في الارض، فتتكسر رباعية السنتين الاماميتين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمتلئ فم النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء، فيمج النبي ويعد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدماء ويرجع الدماء من بقه، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقوم، يقوم جاي ابن قمي أبرده لثالث مرة، ويقوم ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على الخوذة اللي لابسها النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، فترشق الخوذة في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يا رسول الله يحصل لك علشان احنا، علشان خاطر الرسالة؟ قد كده صبرت وتحملت. الخوذة يا جماعة لما دخلت في دماغ النبي، الخوذة بيبقى فيها حتتين حديد عشان يحموا الوجه لو في ضربة بسيف، يحموا الوجه من الجانب دون ومن الجانب دون. فلما جت الضربة ونزلت حتتين الحديد بيبقى طالع منهم حديد مدبب، فالضربة جامدة، فالحديد ده اتلوى جه كده ودخل الحديد المدبب في خدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرشق في عظم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يجوا يشدوها مش عارفين، يجوا يشدوها مش عارفين، وجاء سيدنا ابو بكر وعلي بن ابي طالب طلعوا النبي من الحفرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 57 سنة يا رسول الله، فيجوا يشدوا الحديد ما بيخرجش ما بيتشدش من وجه النبي، فيجي سيدنا ابو بكر يحاول يشده ما يعرفش، فيجي سيدنا ابو عبيدة بن الجراح ويقول له اقسمت عليك يا ابا بكر لا يخرج الحديد من وجه النبي الا انا. في الحتة اللي احنا فيها دي هنا في المربع ده يا اخوانا رسول الله حصل له كده علشان خاطرنا، علشان تعرفوا قد ايه الرسالة غالية. لا يخرج الحديد من وجه النبي الا انا. نم يا رسول الله، وينام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي ابو عبيدة بن الجراح ويشد الحديد بسنانه من وش النبي وتتكسر سنانه. يقولون كنا نظن ان الاهتم ليس جميل الوجه حتى رأينا ابو عبيدة بن الجراح بعد ما كسرت اسنانه عشان خاطر النبي، فاذا به ازداد جمال على وجهه بعد أن صار أهتما من أجل رسول الله.
ويتشد الحديد من وجه النبي وينفجر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء دماء دماء دماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا عمر ويقول له ادعوا عليهم يا رسول الله، فيرد النبي ويقول إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. وبعدها يرفع إيديه للسماء وكل وشه دم يقولون فقلنا سيدعو عليهم، فإذا به يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بيدعي لهم وبيسبق بالدعاء يحسن ربنا يغضب عليهم وبيعتذر عنهم فإنهم لا يعلمون. ويجي عليه شايفين رسولنا صلى الله عليه وسلم شايفين الرحمة يا جماعة، ما كانش بيحارب من أجل الانتقام، كان بيحارب من أجل توصيل الرسالة بدليل إنه ما طلبش يدي عليهم. لو بيحارب من أجل حب الدماء زي ما المستشرقين بيقولوا ما كانش يدعي لهم أبدا أبدا أبدا. صلى الله عليك يا رحمة مهداة يا رسول الله، في المربع ده في المكان ده النبي دعا الدعوة ديا، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجهه دماء دماء غزير الجرح. فيجي وجه النبي يتغير بعد غزوة أحد، فيجي علي بن أبي طالب ويجيب الماء ويسكب الماء على وجه النبي، كل ما يسكب الوقع على وجه النبي يزداد الجرح غزارة. فيجي سيدنا علي ويجيب خرقة ويحطها في النار ويكوي بها جرح النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا رسول الله. ويبدأ يظهر رجولة الصحابة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف نماذج الشهداء اللي موجودين في هذه المقبرة، مقبرة الشهداء. تعالوا نشوف في المربع اللي احنا فيه دون كم صحابي في الأرض الصخرية دي، كم صحابي سقط جنب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى واحد زي أنس بن النضر، فاكرين أنس بن النضر اللي طلع وقال ربنا هيشوف انا هعمل ايه؟ يجي انس بن النضر كل الناس بتفر كده، وانس بن النضر بيجري في عكس الاتجاه، رايح فين يا انس؟ يقولوا له رايح فين؟ كل الناس بتجري كده في عكس الاتجاه بتهرب، وانس بن النضر جاري في الناحية دي في اتجاه جبل احد، الى اين يا انس؟ فيقول الجنة ورب النضر، اني اشم رائحة الجنة تحت جبل احد. يقولون فوجدناه شهيدا يا رسول الله تحت جبل احد حيث اشار. يا جماعة كان شامم ريحة الجنة. العلماء بيقولوا يا ترى كان شاممها بجد ولا على سبيل المثال؟ كان شاممها بجد، لان ريحة الجنة بتتشم من مسيرة 500 سنة، وهو كان بينه وبين جبل احد زي ما بيني وبينه مفيش 300-400 متر. ويسقط انس بن النضر كل جسمه طيعان وسهام، ما عرفوش شكله من كتر ما هو متعور، والمشركين مثلوا بيه فما عرفتوش الا اخته، عرفته من صباعه، كان له صباع مقطوع، فقالت ايوه ده صباع اخويا انس بن النضر، عرفته هو ده اخويا. ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعد ربنا يوم بدر ووفى يوم احد، ياللي وعدت ربنا في الشهر رمضان وقلت حنكون رجال، ياللي قلت حنكون على خطى الحبيب، ياللي قلت بنوعدك يا رسول الله، يا ترى هتوفوا زي انس بن النضر ويصدق فيكم قول ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ من نماذج الشهداء في الارض ديا سيدنا حنظله. حنظله كان يوم جوازه يوم معركه احد، وكان مع زوجته في أول يوم زواج، فسمع ليلة المعركة المنادي بينادي يا خيل الله اركبي، فقام راكب الحصان بتاعه وملحقش يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت حنظلة تغسله الملائكة في طست من ذهب. في الحتة دي يا اخوانا بين السماء والأرض، فالنبي تعجب هو ليه الملائكة بتغسله الشهيد لا يغسل؟ فراح سأل زوجته فقالت كان معي الليلة يبيت معي في أول ليلة زواج، فقام ولم يلحق أن يغتسل لكي يلحق بالمعركة يا رسول الله. حنظلة يا شباب يوم جوازه فضل ان هو الرسالة والتضحية من اجل الرسالة على ان هو ينام في حضن زوجته. شفتوا تضحية اكتر من كده للرسالة؟ من نماذج الشهداء، شايفين النماذج؟ من نماذج الشهداء اخواننا اللي سقطوا هنا واللي مقابرهم موجودة هنا عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان اعرج وكان عنده اربع اولاد، فاولاده قالوا له احنا نكفيك الجهاد، انت اعرج مفيش عليك حاجه. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم غضبان يشتكي اولاده، فالنبي قال له يا عمرو انت اعرج؟ قال له يا رسول الله
دعني أطأ الجنة بعرجتي هذه، أنا عايز أخش الجنة بالعرجة دي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأولاده دعوه لعل الله يرزقه الشهادة. ويطلع عمرو بن الجموح، وأول ما يوصل هنا ويجي في المكان دون في أرض المعركة اللي احنا فيه دون، وهو بيطأ بعرجته تيجي نسمة هوا فيشمها ويقوم قايل واها لريح الجنة، الله على ريحة الجنة. أنا يا جماعة في اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي بتهم بتهل علينا نسمة من النسمات، والواحد حاسس إن هو عايز يقول زي واها الله على ريحة الجنة. والله النسمات بتزيد علينا دلوقتي، شوفوا الجنة غالية عنده قد إيه، الله على ريحة الجنة. ويقف عمرو بن الجموح ويقاتل ويبص للمدينة ويقول اللهم لا ترجعني إليها، ويقاتل ويسقط عمرو بن الجموح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى عمرو بن الجموح الآن يطأ الجنة بعرجته، وفى الله له بما طلب من أمثلة الشهداء اللي موجودين هنا واللي مدفونين هنا في مقابر الشهداء. عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام عنده 9 بنات وعنده ابنه جابر بن عبد الله، فيعمل قرعة هو وابنه، مين اللي هيقعد مع البنات الـ9 ومين يخرج لغزوة أحد؟ فيطلع نصيب عبد الله بن حرام، فيقول لابنه جابر، ابنه جابر يبكي علشان ما طلعش، تخيلوا بيبكوا مين اللي هيطلع، مين اللي ممكن يموت، فيبكي جابر بن عبد الله، فينظر له عبد الله بن حرام ويقول لي والله يا بني لو كانت غير الجنة لآثرتك بها، لكنها الجنة ما أقدرش أأثرك بيها. ويطلع عبد الله بن حرام ويتجاهد ويموت شهيد رضي الله عنه ويمثل به الكفار، ويطلع بعد المعركة ابن جابر عايز ينظر للنبي، عايز ينظر إليه، فالصحابة يمنعوا جابر إن هو ينظر لأبوه عشان مثل به، فهو يقول لهم دعوني أنظر إلى أبي، فيقول النبي دعوه ينظر إلى أبيه. يقول جابر فجعلت أنظر إلى أبي ثم أضع وجهي في كمي أبكي، أبص على أبويا وأحط وشي في كمي أبكي. فقال لي النبي يا بني ابكيه أو لا تبكيه، لا تزال الملائكة تظله بأجنحتها هنا يا أخوانا. ثم قال له النبي يا جابر أبشر، فقلت بما يا رسول الله؟ قال النبي يا جابر ما كلم الله أحدا من عباده إلا من وراء حجاب، وكلب أباك كفاحا بغير حجاب بعد ما دخل الجنة. فقال له يا عبدي تمنى علي، قل لي نفسك في إيه يا عبدي، تمنى علي قل لي نفسك في إيه. تخيل يا جماعة الله يكرم عباده دول إزاي، تخيل الشهداء دول اللي هنا منزلتهم عالية إزاي، قل لي نفسك في إيه. فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك في سبيلك، فأقتل مرة أخرى شهيدا في سبيلك. فقال له الله، ده النبي بيحكي لابنه، فقال له الله إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أطلب أمنية أخرى. فقال يا رب بلغ عني أهل الدنيا ما أنا فيه من السعادة. فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إحنا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفتوا الجنة غالية إزاي؟ شفتوا كانوا بيحبوا الجنة إزاي؟ شفتوا الرسالة عظيمة إزاي؟ شفتوا حب النبي من أمثلة الشهداء؟ سيدنا عبد الله بن جحش اللي كنا امبارح بنحكي عنه طلع في غزوة أحد، قاعد قبل الغزوة هو وصديق ليه بيتمنوا، فبيقول له قول أمنية. فالأولاني قال أتمنى أن ألقى غدا رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله. فعبد الله بن جحش قال أما أنا فأتمنى أن ألقى غدا رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله. ثم ألقى رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فآتيك هكذا يا رب يوم القيامة فتقول لي يا عبد الله لما حدث لك ذلك، فأقول فيك يا رب من أجلك يا رب. وجدوا في الحتة دي اللي أنا بتكلم منها لقوا عبد الله بن جحش وقد بقرت بطنه وقطعت أذنه وجدعت أنفه
وجنبه واحد من المشركين قتله، ما موتش الأول إلا ما قتل واحد منهم الأول، عبد الله بن جحش العظيم اللي ربنا حقق له أمنيته زي ما طلبها مدفون هنا. وتبدأ المعركة، شفتوا نماذج الشهداء؟ شفتوا أعطوا قد إيه من نماذج الشهداء؟ سعد بن الربيع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دوروا لي على سعد بن الربيع حصل له إيه، فيلحقوه وهو في آخر نفس قبل ما يموت، فيقولوا له مالك يا سعد، فيقول لهم قولوا لرسول الله إني وجدت ما وعدتني حقا، أنا شايف الجنة. هو بيموت ويقول لهم أبلغوا رسول الله مني السلام، وقولوا له، قال الكلام ده هنا سعد بن الربيع، وقولوا له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته يا رسول الله. وبعدين أم قايل وأخبر الأنصار مني السلام، وقل لهم إنه لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله، لو وصلوا لرسول الله وفيكم عين تطرف، طول ما فيكم رمش بيتحرك مالكوش عذر لو وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول لكم كلمة سعد، إنه لا عذر لنا إن خلص إلى سنة النبي وفينا عين تطرف، اشتغلوا اتحركوا شيلوا الرسالة. بقى يا جماعة اوعوا تنسوا الكلام ده بعد رمضان، واوعوا تنسوا المكان ده بعد رمضان، دول نماذج الشهداء. أما سيد الشهداء وآخر الشهداء فهو حمزة بن عبد المطلب، بس ما ماتش هنا، ما مات في مكان هناك، هنروح له الآن. بس قبل ما نروح له بدأ النبي يحس إن المعركة ما عادتش متكافئة، وإن هو لازم ياخد جيش المسلمين ويتجه بيهم ويفصل الجيشين على بعض ويوقف المعركة على كده من غير ما قريش تهزمنا وإحنا مش قادرين نهزمهم. فبدأ يقول للصحابة الجبل 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 الجبل، بيشاور على التجويف اللي قدامكم دوًا، التجويف اللي موجود في الجبل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور عليه ويقول للصحابة روحوا على الجبل، وبدأ النبي يتجمع مع الصحابة، تعالوا يا جماعة الأول نشوف لحظة استشهاد حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وبعدين بعديها نطلع على الجبل نشوف اللقطة الأخيرة من غزوة أحد، النبي والصحابة موجودين على الجبل في اللحظة الأخيرة. تعالوا نشوف حمزة ثم نتجه إلى الجبل ونكمل مع بعض. أما المكان العظيم اللي احنا فيه يا جماعة، ده مكان غالي قوي قوي قوي، والدم اللي فيه من أغلى الدماء اللي احنا بنحبها ومتأثرين بيها قوي. هنا في اللحظة اللي أنا واقف فيها دي، في المكان اللي أنا واقف فيه دون، في المتر اللي أنا واقف فيه دون، هنا استشهد سيدنا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وأسد الإسلام. تخيل احنا دلوقتي فين؟ احنا في ظهر جبل الرماة، اللي في ظهر ده جبل الرماة، بس احنا بنبص من الناحية اللي في ظهر المعركة مش من الناحية اللي عند أرض المعركة. طب ايه اللي جاب سيدنا حمزة هنا ما أرض المعركة هناك؟ لما خالد بن الوليد طلع على الجبل وبدأ يسيطر على جبل الرماة مكان المسلمين، مكان عبد الله بن جبير وأصحابه، بدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب برؤيته عايز يوجد حل للمشكلة دي، فخد مجموعة من الصحابة وحب يجي من ظهر الجبل من هنا عشان يطلع الجبل من فوق علشان يواجه وينزل ويعيد جبل الرماة الاستراتيجي، يرجعه زي ما النبي كان عايزه من الأول. فخد مجموعته وجه هنا، كان بعض المشركين موجودين بيحموا الجبل، فبدأ سيدنا حمزة يقتل بمنتهى القوة والضراوة، الأولاني الثاني الثالث بمنتهى السرعة، عايز يلحق يسيطر على الجبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لوحده هو وعشرين واحد في أرض المعركة. فتكون النتيجة أن مستخبي ورا الجبل هنا في الزاوية الضيقة اللي هناك ورا صخرة من الصخور وحشي، وحشي مش طالع المعركة عشان يحارب، وحشي طلع المعركة عشان هند بنت عتبة مرات أبو سفيان قالت له لو قتلت حمزة هديك حريتك، قالت له كده ليه؟ لأن سيدنا حمزة قتل أبوها وأخوها في غزوة بدر، فهي طلعة ووحشي طالع لا يريد غير أنه هو ياخد حريته، لأنه كان ماهر في ضرب الحراب عمره ما يضرب حربة وتبوظ منه أبدا. فيبدأ وحشي يختبئ لسيدنا حمزة، وشايف سيدنا حمزة يقتل الأولاني فالتاني فالتالت، فيبدأ وحشي أول ما يلاقي سيدنا حمزة مديله ظهره وهو واقف هناك، وسيدنا حمزة هيبدأ يطلع من الحتة اللي قدامكم ديا على الجبل، هو وحشي بيقول فهززت حربتي حتى رضيت عنها، تخيل الحرب عاملة ازاي، ثم اطلقتها فوقعت في ظهر حمزة خرجت من بين احشائه، هو كان مديني ظهره، فوقعت في ظهره قامت طالعة من بين احشائه
المفروض واحد يحصل له حاجة زي كده إيه؟ يسقط مباشرة، لكن حمزة المؤمن القوي اللي إيمانه لسه بيديله روح فالتفت إليه يقول: فوالله ما ظننت أنه يتحرك، فنظر إلي نظرة عرف منها أنني قاتله، فتحرك نحوي وهو ينظر إلي. شايف عينين سيدنا حمزة، شايف التحدي، شايف الإيمان، شايف قوة الإيمان في عينيه عاملة إزاي. واحد حربة دخل في ظهره طلع من بطنه، فظل يجري نحوي، والله اسمع الكلمة دي، يقول وحشي: فمن خشيته ومن نظرة عينيه ما استطعت أن أتحرك من مكاني من خوفي منه. هنا شايف الأرض دي، هنا سيدنا حمزة ضحى عشان أنت تطلع مسلم، هنا سيدنا حمزة ضحى عشان الرسالة. شايف التراب ده غالي قد إيه، رغم أنه تراب، تراب وحجر وجبل، لكن شهد سيد الشهداء في الحتة اللي أنا فيها، أنا فخور أن أنا بصور من المكان ده بالضبط. يقول: فتحرك نحوي ينظر إلي ويتحرك، لا أستطيع أن أقوم من مكاني، حتى إذا اقترب مني غلبه جرحه فسقط في مكانه رضي الله عنه. فين سقط؟ هنا، هنا في المكان دون رضي الله عنه وأرضاه. ها يا أخونا، نفسك تكون مع حمزة سيد الشهداء؟ أنا مش عايز تموت حد، ولا عايزك، أنا عايزك تكون راجل، أنا عايزك تشيل الرسالة، مش عايزك تموت، أنا عايزك تعيش تصلح. يقع سيدنا حمزة ويجري وحشية، يقول لها لهند بنت عتبة: قتلته، قتلته. فتيجي فرحانة وتجيب خنجر وتشق بطن سيدنا حمزة وتطلع الكبد وتلوك الكبد، لكن ما تقدرش تبلعه، ولو كانت بلعته يبقى جواها دم حمزة، ما ينفعش، فتمجه، علشان لو كان جواها دم شهيد ازاي، ما ينفعش، فتمجه وتمسك الكبد وتعصره وهي فرحانة. ويجي جوزها أبو سفيان يضحك، ويجي أحد الكفار ويجيب الحربة ويفتح فم سيدنا حمزة ويضربه بالحربة في فمه. تخيل وجه سيدنا حمزة، ما تزعلوش يا أخوانا، ما تقولوش يا ازاي سيدنا يا بختك يا سيدنا حمزة في الفردوس الأعلى من الجنة، يا بختك يا سيدنا حمزة. صحيح مات، وصحيح مات موتة صعبة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عليه ويراه في نهاية المعركة طبعا، وينتحب النبي، ينتحب يعني يبكي ويشهق، يبكي ويشهق صلى الله عليه وسلم، وما بكاش على حد كده أبدا. هنا كان واقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان بيبكي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ويدفن حمزة في الحتة اللي أنا واقف فيها ديا، لغاية ما يجي سيل بعد 40 سنة من موته، يجي سيل على المدينة فيزيح الأرض، فيأمر أمير المدينة أن تحمل يعني جثث الشهداء إلى المدفنة أو المقبرة اللي أنتوا شفتوها لشهداء أحد، فيفتحوا عن سيدنا حمزة بعد 40 سنة فيلاقوه زي ما هو، والجرح زي ما هو، كأنه لسه ميت بمنتهى الدفء، الجسم طري، ويحمل سيد الشهداء بعد 40 سنة. الأرض دي تشهد شهادة سيد الشهداء من أجلنا إحنا، من أجل رسالة عظيمة. يا جماعة بقى، حسوا بي وحسوا بالنبي وحسوا بالصحابة، دموع النبي من أجل عمه الحبيب، ودموعنا إحنا من أجل حمزة بن عبد المطلب، لازم تترجم لخير في الأرض وعمل اجتماعي وإصلاح ونهضة من أجل المكان العظيم اللي أنا فيه. رضي الله عنك يا سيد الشهداء. تعالوا نكمل ونشوف مقابر الشهداء. وجدناه قائلين نسألك يا الله يا منال كل غريب أن ترزقنا الحياة. خلنا هنا مكان، هنا دفن شهداء أحد، كل شهداء أحد موجودين في المكان دون. المكان اللي قدامكم على طول، الثلاث طوبات دول موجود فيها سيدنا حمزة بن عبد المطلب، سيدنا أنس بن الضدر، سيدنا مصعب بن عمير، ووراهم بقية 70 صحابي. الأرض دي يا جماعة أرض الناس اللي بذلت علشان الإسلام، أرض الناس اللي ضحت وأعطت حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا عليهم كويس وتدركوا كويس قد إيه الناس دي بذلت. كان النبي بيجي هنا كل يوم سبت يسلم عليهم مخصوص، يزورهم ويسلم عليهم ويقول: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم يا حمزة، السلام عليك يا أنس بن النضر، السلام عليك يا عبد الله بن حرام، السلام عليك يا مصعب بن عمير. هنا
رايحين المكان دون قد ايه ناس ضحت وبذلت. رؤيتكم للمكان ده يشهد عليكم يوم القيامه. رؤيتكم للمكان دون يقول لكم عملتوا ايه. هنيجي يوم القيامه وتقابلوا مصعب بن عمير ويقول لك عملت ايه الاسلام، تقول له انا صليت، يقول لك بص على دراعي، بص على دراعي، ده انا بذلت قوي، انا ضحيت قوي. سيدنا حمزه يقول لك بص على بطني، بص على احشائي. عبد الله بن حرام يقول لك بص على جسمي. وانت عملت ايه، انت قدمت ايه؟ المكان ده غالي قوي. مجرد ان انتوا تصوروا المكان ده وشفتوا المكان ده مش لتقديسه، انما رؤيتكم للمكان ده علشان تيجي يوم القيامه وتقول يا رب انا من يوم ما شفت مكان شهداء احد عملت وبذلت واعطيت. السلام عليك يا حمزه، السلام عليكم يا شهداء احد، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. والله يا اخوانا انا زرت مقابر كتير، كل مقابر تزورها لازم ينقبض قلبك، لكن تيجي هنا تحس براحه نفسيه، تحس ان الجنه موجوده هنا. المكان ده يا جماعه اللي انتوا شايفينه قدامكم كانك شايف حته من الجنه، وخلفيته زي ما انت شايف جبل احد حته من الجنه. انتوا بتتفرجوا على ناس من اهل الجنه وبتصوروا بتتفرجوا على جبل من الجنه. المكان ده اغلى مكان تقدروا تفتكروا بيه انك لازم تعيش لرسالتك. اقسمت عليك بعد ما شفت المكان ده انك تعيش للرساله بتاعتك، انك تصلح في الارض، انك تعرف قد ايه حب رسول الله غالي. نص الناس دي ضحت وماتت وهي بتدافع عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا اللي بتقولوا على خطى الحبيب عيشوا حياتكم كلها. مش بقول لك روح موت نفسك ابدا، ده انا عايزك تبني في الدنيا. احنا مش بنعرض لكم شهداء احد عشان نقول لكم روحوا موتوا، بنعرض لكم شهداء احد عشان نقول لكم روحوا عيشوا في سبيل الله. ربنا يمن عليكم ان انتوا تكونوا اصحابهم في الجنه. يا ترى يا اخواننا هنكون معاهم في الجنه؟ يا نسأل الله تبارك وتعالى ان كل اللي شاف اللقطة دي وكل اللي شاف مكان شهداء احد يجي يوم القيامة يفرح بيه حمزة ومصعب وانس بن النضر يفرحوا بيه وعبد الله بن حرام وعمر بن الجموح يفرحوا بيه وحنظلة يفرحوا بيكوا يوم القيامة. كل الاسامي اللي انا قلتها موجودة هنا. يا رب يا رب يجمعنا معاهم في الجنة، يا رب يجمعنا معاهم في الجنة، يا رب يجمعنا معاهم في الجنة ويكتبنا معاهم في الفردوس الأعلى ويفرحنا بينا وبيهم ويجمعنا معاهم في الفردوس الأعلى. ربنا يجعل هذا المنظر ويجعل اللقطة دي ويجعل أحد شاهد لينا يوم القيامة إن من النهاردة هنعيش نبذل ونعطي ونضحي من أجل الرسالة. نسأل الله تبارك وتعالى ان هو ينفعنا بالمنظر ده وان هو يجمعنا معاهم ونكمل معاهم. يا من اذا دعوناه وجدناه قائلين نسألك يا الله، يا ملاذ كل غريب انظرت طال الحياة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الصحابة للجبل دون. يا جماعة خلي بالكوا احنا دلوقتي عند اضيق حتة في الجبل، حتة عاملة زي ما تكون كده منطقة ضيقة اللي هي من المسافة من هنا لغاية الناحية التانية من الجبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على الصحابة وقال الجبل الجبل علشان يقعد هو والصحابة يطلعوا على حتة مرتفعة ضيقة في الجبل وفي نفس الوقت يبقى مراقب ارض المعركة. شوفوا سرعة بديهته صلى الله عليه وسلم في وسط ارض المعركة، اختار انهي حتة يطلع فيها. اختار الحتة دي اللي قدامكوا، هو ده المكان اللي طلع فيه جيش المسلمين الصحابة علشان يعزلوا نفسهم عن قريش وعلشان يفصلوا القوات. وبالتالي قريش لو عايزة تطلع هتبقى داخلة في معركة جديدة، وقريش حست ان جيش المسلمين بدأ يتجمع. هيطلع النبي وهيطلع الصحابة. النبي هو طالع ما قدرش يطلع لانه بقى منهك جدا، فبقى سيدنا طلحة ينام على ظهره والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهر سيدنا طلحة علشان الصخور عالية. تخيلوا مش قادر يدوس وينط صلى الله عليه وسلم، فيطلع على ظهر سيدنا طلحة عشان تقرب مسافة الصخرة ويقوم طالع، يقوم طالع سيدنا طلحة سابقه. تعالوا نطلع على الجبل ونقف في المكان اللقطة الأخيرة لغزوة أحد، مكان النبي وصحابته. نطلع مع بعض. يا من إذا دعوناه وجدناه طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل. تخيلوا يا جماعة المكان ده في حوالي 500-600 صحابي، سيدنا أبو بكر هنا وسيدنا عمر هنا وسيدنا هنا، طلعوا في الحتة دي. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته اختار الحتة دي لأن اللي ورايا الجبل عامل زي حضن، الجبل كله جبل أحد مفتوح والحتة دي عاملة زي حضن كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الحتة دي ووقف على طرف الحضن ده
زي ما انتوا شفتوا في الخريطة، علشان صلى الله عليه وسلم يبقى شايف، وعلشان يحسس قريش انك لو دخلتي في الحتة دي انت ما تعرفيش في ايه جوه. فعشان كده وقفوا ما كملوش، يطلع النبي ويقف هنا والصحابة كلهم، ويجي تحت الجبل دون يقف ابو سفيان، ويقف ابو سفيان وتبدأ معركة كلامية في ختام المعركة. يقوم قايل ايه ابو سفيان؟ اعلو هبل. فالصحابة ما بيردوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى. فأموا قايلين الله أعلى وأجل. فأم أبو سفيان أنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي أفلا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. تخيل الجبل كله وبيقول الله مولانا ولا مولى لكم. فأم قايل أبو سفيان يوم بيوم بدر. فقال النبي أفلا تجيبوه؟ قالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فصاح كل الجبل لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فلما سمع الكلام ده قال أشهد أن محمد وأبو بكر وعمر أحياء. طالما الجبل قال الكلام ده يبقى الناس دي هي موجودة، وإلا الكلام ده ما كانش يطلع. وينسحب أبو سفيان ومعاه الجيش. المعركة انتهت بإيه؟ ما انتهتش بهزيمة المسلمين، لكن كمان ما انتهتش بنصر المسلمين، انتهت بفصل القوات دون انتصار طرف على الآخر، ورجعت قريش إلى بلدها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على الجبل، وينزل الصحابة زعلانين قوي ومكسورين قوي، وينزل القرآن يقول آيات جميلة قوي قوي للصحابة. شوف الطبطبة يقول لهم إيه؟ يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يا سبحان الله، يا سلام على كرمك يا ربنا. هما مكسوفين من نفسهم وزعلانين ان النبي زعلان، وشايفين النبي تعور بسببهم، وحاسين ان هما انكسروا. ما تزعلوش، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وبعض الناس تقول هي الملائكه ما نزلتش ليه في احد؟ يقوم ربنا يرد عليهم في كل ده في سوره آل عمران، ويقول لهم وما جعله الله إلا بشرى. الملائكة كانت بشرى، ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. مش الملائكة اللي عملت النصر، الملائكة دي للتثبيت وبس، إنما أنتوا لما أخطأتم خطأ 40 واحد. درس كبير قوي لنا يا مسلمين. وينزل القرآن يكلم النبي يقول له وشاورهم في الأمر. مش الشورى أدت لكده، ارجع تخيلوا آية وشاورهم في الأمر، فبما رحمة من الله لنت لهم. اوعى قلبك يتغير عليهم عشان نزلوا من على الجبل. شوفوا سورة آل عمران بتعالج غزوة أحد، وبتعالج نفوس النبي والصحابة ازاي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. اوعى تتغير يا رسول الله، لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الديمقراطية والشورى ما بتقفش أبدا، حتى لو كان نتيجتها المرحلة ما حدش يجي تقول شفتوا بقى نتيجة الشورى أهي باظت الدنيا. هنفضل نتشاور تاني، لأن ده ديننا، ما حدش ينفرد برأي أبدا. فينزل القرآن يعلم النبي ويعلم حكام المسلمين ليوم القيامة، اوعوا تنفردوا بالرأي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول للصحابة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. انتوا ازاي تسبوه تجروا؟ انتوا مش شوف بيعالج كل الأطراف سبحانه وتعالى، ويقول إن الذين تولوا منكم وجريوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كان عندهم ذنوب ومعاصي، هي دي اللي أدت لكده. علاج شامل. ياريت تقروا في سورة آل عمران من أول النص الثاني من السورة اللي بيتكلم على غزوة أحد. إيه الدرس اللي نطلع بيه النهاردة؟ نطلع بدرسين. اوعوا تخلفوا وتعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ الدرس الثاني اللي نطلع بيه درس مهم قوي، التضحية في سبيل الله، في سبيل الرسالة، الشهادة اللي استشهدها الصحابة، حب الرسالة، حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفع كتير من الصحابة يضحوا بأرواحهم. دول الدرسين. حلقة بكرة ما بعد أحد هنشوفها إن شاء الله.